محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان. للاسف الشديد هذه القضيه ديال او الظاهره ديال احتلال او احتلال الشواطئ العموميه على مستوى عماله المدياقنيه ضاق تطوان وكباقي مناطق الاخرى في المغرب هي واحد الظاهره اللي مشينه اللي كتعبر على ان هناك تدبير سيء لهذه المرافق هذه اللي في الاسف الشديد كذلك انها كنخص يكون واحد السواسيه بين المواطنين انهم يستمتعوا بشواطئهم. وللاسف كذلك ان هذه الظاهره هذه اللي كتكرر كل سنه يعني منذ 2000 وحنا كنطالبوا ان السلطات العموميه تقوم بالواجب ديالها وتحرر الشواطئ من احتلال ديال بعض المجمعات السكنيه اللي كتقوم بحيازه يعني الاراضي يعني مساحات كبيره جدا وكتخصها وكتمنع المواطن ان يرتادوها. ما يمكنش هذا الشيء يستمر سواء على مستوى الشواطئ سواء على مستوى المداخل ديالو لان هذا الشيء هذا كيعبر على واحد الدنيا كيعبر واحد الطبقيه كيعبر واحد الاستثار كيعبر واحد التمييز عنصري خطير جدا وان هناك مواطنين اللي هما عالم واحد الدرجه عاليه وكاين مواطنين من الدرجه سفلى. اذا الشواطئ خصها تكون حق للجميع ان الجميع يرتاد لها بشكل يعني بالسواسيه وبالتالي على اننا كحقوقيين سنطالب بان المطلب هذا غادي يكون دائما مطلب يعني جدي مطلب اللي غادي نضلوا من اجله مطلب اللي غادي نقوموا يعني ندعو الى مسيرات لتحرير يعني الشواطئ العموميه على مستوى عماله مدياق فنيدق وكذا تطوان. كذلك نطالب عامل مدياق فنيدق على انه يكون تدخل بحزم لان هذا الشيء هذا كتدخل في اختصاص ديالو كتدخل في اختصاص ديال المصالح ديالو للاسف الشديد على اننا كل عام نبقاو نتكلموا على نفس الظاهره على نفس الامر المشين. هذا الشيء هذا طبعا يسيء الى السياحه في المنطقه وكيسيء الى كذلك الى شعور احاسيس ديال المواطنين. كذلك واحد النقطه بغيت نشيرها اللي هي مهمه جدا وانه اذا كانت المجمعات السكنيه كتحتل واحد المساحه كبيره جدا يعني من الشواطئ العموميه فالمساحه المتبقيه كيتم يعني الاحتلال ديالها من طرف بعض الشباب واللي كيضربوا يعني النضوله ديالهم الكراسي ديالهم على الواجهه الاماميه وهذا يعني بالنسبه للمواطن اللي ما عندوش واحد الامكانيات ماديه واحد المواطن اللي هو على قد الحال كما كنقولوا واحد المواطن اللي من حقه كذلك انه يستمتع بجماليه الشواطئ يستمتع بالرمال يستمتع بدفء الشمس ما كيجبر فين ينزل الباراسول ديالو الكراسي ديالو.